استمرار تأثير التيارات الرطبة على المملكة بعد تحرك هذا المنخفض الجوي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار فرص هطول الأمطار حتى يوم الجمعة، حتى نهاية هذا الأسبوع، وتحسن كبير في الأداء المطري في المملكة حتى هذه اللحظة. كل ذلك والمزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. طبعا المملكة تأثرت يوم أمس بمنخفض جوي صنف بأنه من الدرجة الثالثة، وجلب كميات ممتازة من الأمطار. اليوم الثلاثاء تأثرت المملكة بتيارة هوائية غربية رطبة، كما تلاحظون هذه مسار السحب والغيوم المرافقة لهذه التيارات، والتي أثرت على المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة على وجه التحديد. المنخفض الجوي الرئيسي قد تحرك مبتعدا عن المنطقة، وتبقى هذه التيارات الهوائية هي السمة السائدة، والتي بحمد الله تشير آخر الخرائط إلى استمراريتها على فترات طويلة، أي تقريبا خلال 72 ساعة القادمة. استعراض سريع لآخر كميات الأمطار المسجلة لهذه الحالة الجوية، وحتى الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم بلغت كميات الأمطار مستويات ممتازة. مثلا في العاصمة عمان في غربية يعني تجاوزت كميات الأمطار حاجز 70 ملم، في جنوب العاصمة عمان تقريبا 63 ملم، في شرقي العاصمة عمان 50 ملم، أيضا في عجلون 60 ملم، في السلط 45، في بعض المناطق في البلقاء تجاوزت أيضا حاجز 60 ملم، في محافظة مأدبة 12 ملم. نلاحظ اختلاف جذري في كميات الأمطار من جنوب العاصمة عمان وما جنوب ذلك، أما في المناطق الأكثر شمالا كانت كميات الأمطار إجمالا ممتازة، فمثلا في إربد 47 ملم، في جرش 42 ملم، في الزرقاء 21 ملم، في مأدبة كما ذكرنا 12 ملم، في أيضا الكرك تقريبا قدرت كميات الأمطار ب 5 إلى 10 ملم، في جبال الشرى ما بين 1 إلى 2 ملم، وهي كانت أغلبها الزخات الثلجية التي تأثرت بها المملكة في وقت سابق، أو في الزخات الثلجية تأثرت على تلك المناطق في وقت سابق صباح يوم الاثنين، في حين لم تهطل الأمطار في كل من معان والعقبة. بعد هذه كميات الأمطار التي هطلت مع هذا المنخفض الجوي، تحسن الأداء المطري في المملكة بشكل لافت. كلمة الأداء المطري يعني ذلك هو ما نسبته من الأمطار الهاطلة، أو نسبة مئوية من الأمطار الهاطلة، بالمقارنة بما يفترض أن يكون قد هطل لمثل هذا الوقت من العام. فنجد أن مثلا العاصمة عمان أصبحت تقريبا ضمن نطاق معدل أمطار 75%، هي من النسبة الجيدة. كما نلاحظ أن عموم المناطق الوسطى والشمالية الغربية قد تحسنت بها وقد تحسن بها الأداء المطري، فبلغ مثلا في العاصمة عمان 75%، في السلط 87%، في عجلون 75%، في إربد 75%، في جرش أيضا 77%. هذه المناطق قد تحسن بها الأداء المطري، تلك المناطق طبعا لديها العديد من السدود المحيطة بها. في محافظة مأدبة ما زالت الأداء المطري منخفضا للغاية، وهو يسجل 34%، في الكرك 52%، انخفض الأداء المطري مع تأخر هطول الأمطار، في الطفيلة 75%، وهو ما زال ضمن النطاق الجيد. نرى أن المفرق 35 والبادية الشرقية 36، وهذه النسب تعني أن الأداء المطري متواضع بشكل عام، في الكرك مقبول. أما في عموم المناطق الجنوبية فالوضع الوضع الأداء المطري ضعيف إجمالا، عدا منطقة معان الذي يعتبر بها أفضل حالا وبقليل وبشكل نسبي من باقي المناطق، مثلا في الشبك 24%، في وادي موسى فقط 9%، في العقبة 15%، وفي البادية الجنوبية 23%. إذن أقصى الجنوب الوضع المطري ما زال ليس جيد، المناطق الغربية إجمالا في تحسن مستمر، وهناك المزيد من الهطولات المطرية متوقعة خلال الساعات القادمة. هذا بإذن الله من شأنه أن يحسن واقع الأداء المطري بعد
تأخر الأمطار الذي حدث. هذه توقعات الهطولات المطرية، هذه التيارات الهوائية الغربية التي تصب في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة وتؤدي إلى هطولات مطرية في هذه المناطق. لم ينقطع المطر في بعض المناطق منذ 20 ساعة أو أكثر، وبالتالي بحمد الله هذه الأمطار تروي الأرض. يتوقع استمرار هذه التيارات الهوائية الغربية طيلة الساعات القادمة ونهار يوم الأربعاء. تهطل الأمطار على فترات في المنطقتين الشمالية والوسطى كما تلاحظون. هذه التيارات الغربية تؤدي إلى هطول الأمطار في هاتين المنطقتين. يتجدد الهطول المطري أيضا من جديد مع ساعات مساء يوم غد، وتبقى هذه التيارات المطرية هي الصفة السائدة للأحوال الجوية تقريبا خلال 72 ساعة القادمة. هذه الليلة الأجواء تكون باردة للغاية، درجة الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية في عموم العاصمة عمان، مع أجواء غالبا غائمة مع هطول الأمطار على فترات أي من وقت إلى آخر. بعض من هذه الزخات قد يكون غزير أحيانا وفي بعض المناطق. درجات الحرارة الملموسة منخفضة، درجة الحرارة 3 درجات مئوية فقط هي درجة حرارة الملموسة. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، إذا كما تلاحظون هذه الأحوال الجوية المتوقعة أجواء بشكل عام يوجد بها غيوم وضباب وأمطار يوم الأربعاء. درجة حرارة العظمى فقط 8 درجات مئوية، الصغرى 6 درجات مع تشكل الضباب فوق المرتفعات أي وعبور سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض مع هطول بعض الأمطار على فترات. ذلك الأمر يستمر معنا يوم الخميس، أجواء رطبة باردة ماطرة على فترات في شمال ووسط المملكة، العظمى 9 درجات والصغرى 6 درجات أيضا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات. تبقى فرص الأمطار قائمة يوم الجمعة، والعظمى 9 درجات مئوية والصغرى 4 درجات مئوية. إذن ملخص الحالة الجوية المتوقعة يوم الأربعاء، الأجواء بوجه عام باردة، درجات حرارة دون معدلاتها المعتادة. من المتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. باقي مناطق المملكة الأجواء تكون بها باردة لكن دون أمطار. غدا ربما تمتد بعض الزخات المطرية أيضا إلى بعض المناطق الشرقية، كما تعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض المرتفعات الجبلية وسببة حدوث الضباب الذي قد يكون كثيفا أحيانا فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء على الخميس. نبدأها من المناطق الشمالية من المملكة، نبدأها من الأربعاء من 14 إلى 9، عجون 12 إلى 7، جرش 13 إلى 8، المفرق من 13 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة من 8 إلى 6، في البحر الميت من 17 إلى 14، 10 إلى 6 في مأدبة، 8 إلى 6 في السلط، و13 إلى 8 في الزرقاء. جنوبا الأجواء أكثر استقرارا، فنجد مثلا أن في الكرك من 10 إلى 5 كذلك أمر في الطفيلة مع أجواء غائمة جزئيا، الشرع من 8 إلى 3 مع أجواء غائمة جزئيا، معان من 13 إلى 4 مع ظهور بعض السحب والغيوم، والأجواء مستقرة ولطيفة إجمالا في العقبة، والعظمى 22 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى حوالي 14 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المنطقة الشرقية التي تشهد أجواء باردة في ساعات الليل، تهبط الصغرى في الرويشد والصفاوي إلى ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، وتكون الصغرى في الأزرق 6 درجات مئوية. نهارا الأجواء غائمة جزئيا إجمالا، العظمى في الرويشد 15، في الصفاوي 14، وفي الأزرق 15 درجة مئوية. قبل الختام تنبيه هام يوم غد وهذه الليلة أو بشكل عام خلال الأيام القادمة من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق طرق المرتفعات الجبلية على نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وهذا الأمر قد يكون كثيفا ومعيقا للرؤية الأفقية في بعض المناطق. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما ابقوا على اطلاع عبر تطبيق طقس العرب أو حتى موقع طقس العرب. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.